أول الرموز غادر مع شعار بن العيف الذي ذهب بالسلامات إلى أبناء العين. هناك من قدم الدائل حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، وسلام يا العامري سلام. ينطلق رمزنا الثاني هنا الحاضر بهذه الانطلاقة، شوطنا الثاني والمخصص للقعدون للأبكار لمسافة 3 كيلومترات. الرمز بالانتظار، الرمز بالانتظار في هذه الاندفاعة. اتابع وارصد المركز الاول، هنا جلمود من ينطلق بالمقدمة الاولى. مبارك بن محمد بن حمد المري من يدفع بهذا الشعار على مستوى المركز الاول، بينما ثاني المراكز اسد قادم، عتيق بن مطر بن حسن القبيسي من يدفع بشعاره على مستوى المركز الثاني. ثالث الاسماء هنا قادم جلمود، الزاع بن خميس بن ناصر السنيدي من ياتي مع المركز الثالث، ولكن يرخطف المركز الثالث من عراف لمحمد بن راشد بن مبارك بن سرود الذي ياتي مع المركز الرابع وينطلق الى المركز الثالث. رابع الاسماء هنا جلمود حاضر، الزاع بن خميس بن ناصر السنيدي من ياتي مع المركز الرابع، بينما خامس الاسماء وصل في هذه اللحظات. خراز هنا قادم، حمدور بن حمد بن سولم بن كردوس العامري وصل مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو المسير. وهنا كما تشاهدون بثا حيا مباشرا لهذه الامسية المرتقبة هنا عبر قناة الوسطى من الذيت. يا سلام، بدأت السرعة، شوف اللقطات الجميلة، شوف الاداء المميز هنا من هذه الاسماء، هنا من هذه السرعة الحاضرة، هنا مع هذه الانطلاقة اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، الى التغيير. يلا يا بن سرود، يلا يا بن سرود، عراف يا عراف. محمد بن راشد بن مبارك بن سرود يأتي بهذه الانطلاقة هنا مع المركز الاول. اما ثاني الاسماء القادم جلمود مبارك بن محمد بن حمد المري يأتي مع ثاني المراكز، بينما ثالث الاسماء اسد عتيق بن مطر بن حسن القبيسي. هنا نتجه نحو الكيلومتر الاخير، نحو المقصورة الرئيسية. الرمز بالانتظار، الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة تحركات التكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، روح يا اللي تبى الناموس، تحرك المنصوري، تحرك الجديلي. هنا مع كيفان، كيفان يا كيفان، مبارك بن حمد بن علي الجديلي الذي يقدم هذا الشعار. ابناء السلطنة، ابناء السلطنة، ابناء السلطنة. ولكن انظروا من القادم، ملبي ملبي ملبي، صالح بن مبارك بن سميتان بالذيب القادم مع المركز الثاني. بدأ يهاجم الصدارة، بدأ يهاجم المركز الاول هنا في هذه الانطلاقة. الجديلي مع الانتصار، الجديلي مع الناموس هنا بهذه الاندفاع، هنا بهذه الانطلاقة. الرمز، الرمز الى اين؟ الرمز الى اين؟ هل يذهب الى ابناء السلطنة ام يكون مع ملبي؟ ملبي بالثاني، ملبي وكيفان، كيفان وملبي، هل يغادر مع كيفان ام يكون ملبي كلام اخر؟ الرمز بالانتظار، الرمز بالانتظار، رمز القعدان، رمز القعدان المفتوح. هنا كيفان، 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 على كيفك يا كيفان. سلام يا السلطنة، سلام. مبارك بن حمد بن علي الجديلي من انتصر بهذا التحدي. المركز الثاني كان وصول ملبي صالح بن مبارك بن سميتان بالذيب النهدي، والمركز الثالث كان وصول ملفت محمد بن عبد الله بن علي الفيدة المري، والمركز الرابع نصر. متابعونا الاعزاء مع هذه الانطلاقه، هنا الطايش رائد بن هادف الضحاك المنصوري، والمركز الخامس
هناك اسد عتيق بن مطر بن حسن القبيسي على التوقيت الزمني. هنا متابعونا الاعزاء كما تشاهدون امامكم هذه اللقطات من البث الحي والمباشر عبر قناة الوسطى من الذيد الناقلة لهذه الاحداث ولهذه الرموز الامسية المرتقبة في هذا المهرجان، مهرجان سيدي حاكم الشارقة. اول الرموز وهنا الاعادة، لحظة وصول كيفان، 4 دقائق 22 ثانية، 72 جزءا من الثواني، وهنا التوقيت. التوقيت الافضل مع كيفان مبارك بن حمد بن علي الجديري، من كان حاضرا بهذا الانطلاق ليقادر بالرمز الى ابناء السلطنة. وسلام يا الجديري، سلام تهانينا والناموس. للوطن والشعب وكفاته اكبر حكما والناس باحكامه رضا. يا زعيم الشارقه دارك عمر اللي ما رهب اسم سلطان اعتلى، قاسمي وللقاسمي هبه وقار، ماضي التاريخ للحاضر ثبت، كل يوم في تطور وازدهار والعرب للذيد بالسب قعنا. التقن في الشارقة من كل دار والنوادر للرموز ترشحت، شارت الحاكم لها كل اعتبار، حازت الشهرة وبالجود احتوت. الشارقة شمس النهار والقبايل والمضامير التقت، حضروا في الذيد البكار الخيار لي على الشامي وتكريم ضرت، والركض مدعوم من راعي القرار حكم يمناه من مال عطر، كل فعله به معزه وافتخار بالكرم والمضامير.